نور تجلى في علا، نور تجلى في علا، في علا هدي تألق في سماء، في سماء طب القلوب وعشقها، قمر تناها في ضياء، غير الأنام مسك الختام، شمس الهدى بدر التمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تعودنا إخواني الكرام نتدرج مع نتف ولطائف من أحواله وأيامه صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن الآن مع لطيفة من أجمل ما يروى من لطائف سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، أنه قد رب فأحسن التربية، رب جيلا على خلق قويم ودين مستقيم فأحسن التربية، فعجل الله له صلوات ربي وسلامه عليه قطف ثمار هذه التربية ليرى ثمرة تربيته بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك أنه كما روى عامة أهل السير بعد بيعة العقبة طلب أهل البيعة منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل معهم رجلا يعلمهم القرآن، فاختار صلوات ربي وسلامه عليه مصعب بن عمير، ومصعب هو من أثرياء قريش، من مرفه قريش، من بيت ثري مرفه عظيم، إلا أنه رضي الله عنه أرضاه اختار الإسلام، واختار بيعة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واختار أن يكون داعيا في سبيل الله جل وعلا، فباع الغالي والرخيص، وكما تعلمون من سيرته كان ما كان من شأنه. إلا أن الذي معنا الليلة أو اليوم أنه حينما قدم المدينة وكان منزله على أسعد بن زرارة، وأسعد أحد الأوائل الكبار الأفاضل الأشراف من الصحابة الأولين رضي الله عنه وأرضاه، نزل عليه وكان مقامه عنده، كان أسعد هو المسؤول به. من هنا نبدأ قصة جميلة مع مصعب، وذلك أن مصعب بدأ يقرئ أهل المدينة القرآن، وتعلمون جميعا أن القرآن له مفعول في القلوب ومفعول في العقول عجيب، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، نحن نتلوه ونقرأه ونقرئه، ولكنه كلام الله، فله أثر رائع في القلوب، طيب على النفوس، ينزل على القلوب كما ينزل بل الصدى عليها، كما ينزل ماء المطر على الأرض فتنبت. جلس مصعب يعمل وينتقل من بيت إلى بيت ومن جماعة إلى جماعة، انتبه أخي كريم، ومن شاب إلى شاب، يعلم ويقرئ القرآن فقط، حتى اشتهر في عامة أرجاء المدينة أن اسمه المقرئ، المقرئ رضي الله عنه وأرضاه. مصعب هو المقرئ. تقول الرواية التي نختارها لذلك أن أسعد بن زرارة كان يجمع له الناس فيكلمهم ويدعوهم ويعلمهم الإسلام. وهنا لابد أن نفهم، لا يشترط أن نكون جميعا من أهل العلم أو علماء، ولكن لكل منا دور يستطيع أن يؤديه. كان أسعد يجلب الناس ومصعب يقوم بالعلم والدعوة. على أي حال، جلس مصعب يوما ومعه أسعد في هذا الأمر العظيم يعلمان الناس، وجلس قريبا منهما رجلان هما من عظماء أهل المدينة، جلس سعد المعاذ وأسيد بن حضير. وانظر أخي الحبيب، رجلان مع رجلين، رجلان من المسلمين مع رجلين من الكافرين، كيف يكون العمل؟ جلس الرجلان الكافرين وهما ما زالا على الكفر، سعد المعاذ
وأسيد بن حضير، جلس سويا واستنكر ما يقوم به أسعد، وما يقوم به ذلكم الضيف الغريب الضيف الغير مرغوب فيه، ألا وهو المقرئ مصعب. فتبادل الحوار ماذا نفعل، فقال أسعد لأسيد قد علم، فقال سعد لأسيد قد علمت منزلة أسعد مني، أسعد كان ابن خالة سعد، قد علمت منزلته مني، فقم إليهما فانههما عما يفعلان، انههما عن هذا الأمر، أي طلب سعد من رفيقه وشريكه أسيد أن ينهى هذين الرجلين عن الدعوة إلى الله جل وعلا. فخرج أسيد شاهرا حربته، وانظر أخي الحبيب، حتى دخل على مصعب وعلى أسعد وقال لهما كلاما يعد بالكلمة، قال لهما بالنص هكذا: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفائنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. روحوا بعيد عننا، في يد الحرب، ابعدوا وإلا الحرب تعمل القتل. اعتزلانا إن كان لكم بأنفسكما حاجة. شاهرا حربته، سيفه في جرابه، جاهز الحرب القتال، شاب جلد قوي. ماذا على الدايات أن يفعل؟ ماذا عساك تفعل لو كنت مكان أسعد أو كنت مكان المقرئ مصعب؟ أتأخذك العصبية وتأخذك العنجهية والدفاع عن نفسي والانتصار للذات والنفس وتقوم فتقاتل؟ لا لا لا، انظر إلى كلمات صدرت والله تكتب ماء العيون، انظر إلى هذه الكلمات المباركات. قال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ ما شاء الله، أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك الذي تكره. انظر إلى الفقه في الدعوة، انظر بعد أن تجلس: أعرض عليك أمرنا، إن أعجبك فرضيته فالحمد لله، إن كرهته كففناه عنك، ولكن اجلس اسمع. وهذه من أعظم الأعمال التي ينبغي بل يجب على الدعاة أن يفعلونها، أن يجلس الناس فيسمع الناس لهم، فإن لم يجلس الناس لنا جلسنا نحن لهم، نحن مسؤولون عن هذا، إما أن نجلسهم لنا أو نجلس نحن لهم. وأقول العبارة المشهورة التي أصدرها من أصدرها جزاه الله خيرا: نحن نحب للناس أن يسمعوا منا لا أن يسمعوا عنا، اسمعوا منا مباشرة، اجلسوا لنا واسمعوا، اسمعوا من إخوانكم، اسمعوا من أهلكم. أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك الذي تكره. المشكل الذي يواجهنا في كثير من الأحيان أن الذين أرادهم مصعب بهذا الكلام أراد أسيدا، وكان أسيد عاقلا، قال: أنصفت أنصفت، كلامك مستقيم، أجلس. هل في زماننا كلما واجهنا أحدا ومن إخواننا المسلمين، من مسلمين من إخواننا، اجلس فاسمع، هل يسمع؟ الأمر الحقيقة اختلف كثيرا. هذا الرجل كان كافرا ولكنه كان عاقلا، كان عاقلا، جلس قال: أنصفت، هذا كلام مستقيم. فركز حربته ثم جلس، فكلمه مصعب وبين له الإسلام. العجب أن أسعد يقول: فوالله لقد علمنا إسلامه قبل أن يتكلم به، علمنا أنه أسلم قبل أن يتكلم. من أين؟ قال: في تباشير وجهه، في أزاهير وجهه، في شروق وجهه ظهر الإسلام عليه، ظهر البشر وظهرت السعادة على وجه ذلكم الرجل، كلما فتح مصعب بابا عليه من أبواب الخير. ذلك أن قلبه كان نقيا. يقول: ما أحسن هذا الكلام، كلام جميل جدا، ما أحسن هذا الكلام.
كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ يصرح كيف تصنعون لو أردتم دخول هذا الدين؟ قالوا لا شيء، تفعل كذا وكذا 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 وكذا. فقام الرجل فاغتسل وتطهر ثم أعلن إسلامه، ثم جلس معهم، ثم قال لهم كلمة عجيبة أخرى، قال: إن أردتم خيرا فإن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله لكم. يقصد من؟ يقصد سعد بن معاذ. دخل أسيده بقلب كافر فرجع بقلب مؤمن، ولكن ننظر إلى المؤمن يحب لأخيه الذي ما زال على كفر، يحب له الإيمان. قال لهم: وأنا هبعته لكم، سأرسله لكم. طب كيف، كيف ترسله والرجل ما زال مشهرا سيفه معلنا كفره؟ قال: ما تشغلكم لكم، أنا شغلتي هذه، سأرسله لكم. فذهب إليه ثم دخل عليه ومعه حربته. العجب أن سعد يقول: أحلف بالله، بالنص قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بوجه غير الذي ذهب به من عندكم. عارفه صاحبه، شكله تغير. فلما وقف على النادي أي أسيد، سأله سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت رجلين وكان من شأنهما كذا وكذا وكذا وكذا، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه. وذن جاءني خبر أن قبيلة بني حارثة يريدون قتل أسعد بن زرارة. أسعد بن خالد مين؟ سعد. فهيج سعد، فهيجه. فقام سعد مغضبا مبادرا للدفاع عن عرينه، أسد يدفع عن عرينه. فأخذ الحربة وانطلق. فلما رأى الرجلين قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رأهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد شأن آخر، فهم أن صاحبه كاد له كيدا. لماذا؟ ليتوصل به ليسمع، إلى أن يسمع. فوقف عليهما سعد متشمتا في يده حربته يعلن الحرب عليهما. فقال لهما كما قال أسيد: أو تخرجاني وتفعلاني ووأف. قال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك الذي تكره أبعدناه عنك. قال سعد: أنصفت، إنه قدر الله. قلوب نقية وإن كانت على الكفر تستقيم سريعا، ولكن ربما كانت قلوب على الإيمان ولكنها غير مستقيمة. قال: أنصفت. فركز حربته وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يشهر إسلامه. فأشهر سعد إسلامه وأعلن بدينه، ثم اغتسل وتطهر وطهر ثوبه، ثم ركع ركعتين، ثم خرج إلى قومه عامدا ونادى فيهم: لست منكم ولستم مني حتى تدخلوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بات أحد في ديار عبد الأشهل إلا مسلما بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل رجلين مصعب وأسعد، ثم بركة رجلين آخرين أسيد وسعد، رجلين برجلين ورجلين بقبيلة. أسأل الله أن يجعلك، أن يجعلك رجلا بأمة، لعل الله أن يصلح بنا وبك ويهيئ لنا ولك خيرا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور تجلى في علا، نور تجلى في علا، في علا سماء، في سماء طب القلوب وعشقها، قمر تناها في ضياء، غير الأنام مسك الختام، شمس الهدى.